افتتاح كابتن وجيه احمد كل اعضاء لجنه الحكام في اتحاد الكوره. ليا عندكم كلمه او لكم عندي كلمه اسمعوها وافهموها. تخدعني مره عيب عليك، تخدعني مرتين عيب علي. اللي جاي مهم جدا جدا جدا، عشان كده بقول دايما دايما خلي دايما عينيك هي اللي تقول. شفت؟ لا ما شفتش، يبقى ما تعرفش حاجه. سمعت؟ اه سمعت، يبقى انت لسه ما شفتش الحقيقه كامله. كل مشجعين النادي الاهلي في كل مكان، لا تتناقش ولا تتحاور مع ثلاثه: من كان صوته اعلى من قدره، من كان عينه لا ترى الا لونه، من كان عقله لا يدرك ما يقول. لو كان صوته اعلى من قدره، لو انت سامع واحد وهو بيسمعك وبتتكلم معاه لكن صوته عالي جدا جدا، فلما تيجي تبص على الانجازات والبطولات مفيش، فيبقى كده مفيش تواصل بينكم. واللي عينه مش شايفه غير لون فانيلته بس، ويقول على كوره وليد ازارو فاول على وليد ازارو. طب ازاي يا جدع؟ ازاي يا جدع؟ عارفين عادل امام؟ ازاي يا جدع؟ ازاي كوره وليد ازارو في مباراه الانتاج الحربي فاول على وليد ازارو؟ بل يعني الانيل، مش هقول بقى الاصعب، الانيل من كده. لما تسمع حد يقول لك الهدف بتاع مؤمن زكريا اوف سايد على مؤمن زكريا، ده كان راجع من تسلل. هي مش ضحك، مش ضحك ابدا، دي حقيقه. ولما تتكلم مع واحد عقله مش مستوعب ابدا اللي بيقوله، ما ينفعش ابدا. انا ما اديش عقلي لحد غيري ابدا ابدا، لا يمكن. التحكيم في مصر 3 ايام.